صور من الذكريات تمر أمامي وتنسف السنوات، مشاهد لا تنسى تحط على الخيال مرة ومرة تحط على الباب، صور من الخيال، صور من الذكريات، تلك التي عبرت كأنها يوم، وتلك التي مرت كأنها سنة، صور من الذكريات، أرى نفسي وأراك فيها. صور من الذكريات لا تعاد ولا تعاد، تلك التي انجلت وتلك التي فرت من بين أيدينا، صور من الذكريات لا تعاد ولا تعاد، على لمحة صور، على لمة في صباح العيد مع الأهل في ذلك البيت القديم، كان متعبا لربك ولكنه كان مدرسة الحنان الأولى وصوت الذكريات الأخير. صور من الذكريات لا تعاد ولا تعاد، تبحث عني وأبحث عنها أنا، مدرستي الأولى شوارع يملأها المطر، صوت فيروز واللمسة الأولى ولهفة الحب الأولى تمر في البال، تشكل العطور، تشكل سربا من الأمنيات، صور من الذكريات أصنعها أنا وتصنعني من غير أن أدري، صور من الذكريات أراها مرة أمام الباب القديم، وأراها مرة في ذلك السرداب، صور مع الأحباب هم الآن أحباب ربما، ولكن كانوا في وقتها جحيم، صور ذكريات لا تعاد ولا تعاد، وبسمة لوالدي ودمعة لأم، ولهفة للقاء من أحب، صور من الذكريات لا تعاد ولا، وبسمة لوالدي ودمعة لأم، ولهفة للقاء من أحب، صور من الذكريات لا تعاد ولا تعاد، صور من الذكريات. If you can make it here, like after we will stop.
وبسمة لوالد ودمعة لأم وضحكة لحبيبتي وصوت من الأم صورة من الذكريات Under each line, I will put a translation for this line. Like for this verse, I will put a translation in English, and we can watch it in this way, and we can like put here. We'll do that. We'll do that. It would be easier, I think, for him. Yeah. And I think that there is no problem. Just if yeah, the text in Arabic alphabet will be transcribed to is it possible to make it automatically? No, I can't do it. I can't do it. Like to make the same pronunciation, but in Latin English letters. Yeah. Okay. But you know, I do not. I want like that for you just too much work. Yeah. No, that's like the normal. We want to make something beautiful, so we should work. Uh-huh. I think it will be like a bit too kind. I should work on it. We should do it. Unless I cannot. But it will be like to hear the you know.